دقيقة اتمنى بالأول لازم يتمنى الأمنية تبعي اتحققت اليوم. بتروحي على المطبخ وما بتتحركي لحتى تنتهي الحفلة؟ ما فهمت ليش؟ أنا ما عم قلك لحتى تفهمي، بسرعة يلا روحي تحركي. تمام، وهلأ صار وقت الجاتو والهدايا كمان. عيد ميلاد سعيد. بتشكرك. عم يقول سيد فورال إنه أنا فورال. تشرفنا أستاذ. وإنتي شو اسمك؟ مالك اسم؟ أنا هازال. هازال. تفضل. شكرا إليك. على شو؟ على كل شيء. يا شباب، الباص رح يمشي فورا. هزال ونازلي وامري رح يبقوا هون والبقية حيروحوا. انا اسفة كتير سيد طارق، فيني روح معهم بالباص؟ مو انت بتعرف بيتي بعيد كتير. رح تضلي لانه اخدتي اذن الصبح. طيب في سيارة تانية حتجي؟ ما ايه طبعا.